السلام عليكم. إذا بغيت نتكلم على واحد الحالة مأساوية مؤلمة جدا ديال واحد السيدة اللي هي خادمة في واحد الجمعية خيرية واللي هي متزوجة واللي حملت مع الأسف وتشخيص بين في الإيكوغرافي بين بأن الجنين عنده تشوهات خلقية كثيرة. إذن هاد السيدة دي حاولت باش تمشي للمستشفيات باش تعمل توقف للحمل لأن كاين تشوهات اللي هي ربما تعطي مولود اللي غادي يتوفى بعد الأيام بعد الولادة أو ربما غادي يعطي واحد معوق واحد الجنين اللي هو عنده إعاقة كبيرة. ساعة مع الأسف ما لقاش مساعدة وأخيرا ولدت هاد السيدة هادي. دابا الرضيع عنده شهر ونص. أول حاجة وهو الزوج ديالها غادرها اللي شاف هذاك الجنين داك الرضيع وداك البيبي وداك الحالة مشى فحالو، بقات هي بوحدها. بون الناس يحاولوا يساعدوها في هاد الجمعية هادي ولكن حاولات هاد السيدة باش تشوف أطباء باش تشوف مستشفيات لأن هذا الرضيع عنده تشوهات، عنده سبينا بيفيدا تشوهات في الظهر محلول، عنده كذلك إيدروسيفالي تشوهات في الرأس، عنده تشوهات في القلب، عنده تشوهات كثيرة. إذا حاولت هذه السيدة هذه باش تشوف مستشفيات، شافت مستشفى ابن رشد، مستشفى أبو وفي في الدار البيضاء. مع الأسف فعلا العملية غادي تكون صعيبة كثير والنتيجة ديالها ما غادي تكونش نتيجه 100% مصيره. اذا هاد السيده لحد الان ما عرفاش شنو دير بالرضيع ديالها. الرضيع عنده مشاكل دائما تيسلب الماء من الدار ديالو اللي كيتسفروا غاشيديان. هاد السيده عارفه بان هاد الولد ما غاديش يعيش ولكن على الاقل تقول الى مات يموت في واحد افيك دينيتي، ماشي يموت في الدار هكاك مليوح. بغاته على الاقل مستشفى ياخذوا ويديروا له على الاقل دي سوان بالياتيف، سكون ابل دي سوان بالياتيف، يتعالج يكون في واحد ماشي علاج ولكن على الاقل يكون يعتنوا به واحد الاعتناء. اذا انا فاهم الحاله ديال هذه السيده وحال فاهمها كثير لان انا تنقول وهذا هو انا بغيت نرجع اريد ان اثير الانتباه لهذا الحدث اللي هما تيلزموا توقف للحمل لان هذه السيده هذه ما ساعدتهاش المستشفى. كانت يمكن لها تمشي ودير اجهاض اللي هو اجهاض سري وغير امن ولكن غادي يكلفها اولا تكلفه ديال الفلوس وثانيا ما غادي يكونش امن. اذا غادي يمكن تعطي راسها للتهلكه. و ماشي كاينه غير هذه الحاله هذه ديال الاجهاض غير امن، كاين حالات اخرى كاين نقدروا نتكلموا عليهم وهما مثلا كالاغتصاب، كزنا المحارم، كالفتيات القاصرات، كالفتيات المختلات عقليا، كالنساء اللي هما عندهم ربما واحد عدة أطفال وما بغاوش يزيدوا حمل آخر. كاين حالات كثيرة ديال الحمل اللي تيتسمى حمل غير مرغوب فيه واللي تيمشيو هاد النساء ولا هاد الفتيات تيمشيو يعطيو راسهم لواحد الحمل لواحد الإجهاد اللي هو غير آمن، واحد الإجهاد اللي فيه تكلفة واللي غادي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كاين منهم اللي تتمشي تدير الاجهاض التقليدي كذلك اللي غادي يعطي نزيف خطير يمكن يقتلها ولا اللي غادي يعطي واحد التعفنات خطيره ولا غادي يعطي تمزق للجهاز التناسلي ديال المراه ولا كاين اللي تتشرب اعشاب وداك الاعشاب تقدر تسممها. هذو كلهم اشياء اللي مع الاسف تنشوفوها كل يوم. فعلا 2006 لان راه هذا الموضوع هذا راه منذ سنوات منذ ما خلقنا حنايا الجمعيه المغربيه لمحاربه الاجهاض السري املاك 2008
تنتكلموا عليه عدة مرات. وصلنا لواحد مشروع قانون اللي هو كان فيه تدخل جلالة الملك اللي أعطى الحق في توقف الحمل في بعض الحالات، وهي الاغتصاب، زنا المحارم، القاصرات، الفتيات المختلات عقليا، والتشوهات الخلقية للجانين هذو، وكذلك عندما ستكون الصحة أو حياة الأم مهددة. هذا المشروع قانون كان وافق عليه مجلس الحكومة في مارس 2016، ومن ثم مشى هذا المشروع مشى للبرلمان، وبقى في البرلمان واحد مع الأسف ما بقاش عليه الكلام تماما حتى 2019. ومن بعد ناقشوا البرلمان داخل لجنة العدل والتشريع وتنسينوا لحد الآن باش يتم تصويت داخل القاعة ويخرج إلى حيز التنفيذ. ولكن راه كل نهار فات كل نهار تنشوفوا مأساة، كل نهار تنشوفوا وفيات ديال نساء اللي تعملوا إجهاض غير آمن، كل نهار تنشوفوا مأساة كما هاد السيدة هذه اللي دابا ما عرفاش شنو تقدر تدير في هذا الرضيع ديالها. كان من الممكن باش نوقفوا الحمل وتنسى، ربما ما تنساش، ولكن على الاقل ما تكونش المأساة ديالها اللي عايشه دابا ما تكونش بحال هذيك المأساة. اذا اش تنساينوا بهذا المشروع قانون؟ اش تنساينوا به؟ على الاقل كاين هذه الحالات هذو، ولكن انا اقول واعيد الحل لهذا الحمل الغير مرغوب فيه والحل ديال هذا الموضوع نحو الإجهاض ونحو التوقف، أنا أسميه لأن ربما إجهاض راه تيخلع بنادم، أقول التوقف الآمن للحمل. الحل وهو موجود في واحد الفصل القانون الجنائي اللي هو الفصل 453، اللي هو الفصل الوحيد اللي تيقول الإجهاض لا يعاقب إذا كانت حياة أو صحة الأم في خطر. وشنو هاد صحة الأم؟ أقولها وأعيدها لأن قلتها كثير كثير وكثير وكثير مرة وتنقول هذا هو الحل، وهو الصحة حسب تحديد المنظمة العالمية للصحة. من يتمتع بالصحة ومن يتمتع بالصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية. إذن خاصنا نطبقوا فصل 453، إذا كانت حياة أو الصحة البدنية أو العقلية أو الاجتماعية مهددة فمن الممكن أن يعمل توقف آمن للحمل ولا يعاقب هذا التوقف. شكرا.